الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: اختلط علي مسألة العبودية والرسالة، وذلك هل من الممكن أن تكون العبودية أعز منزلة من الرسالة، رغم كونها عن الرسالة اصطفاء واختيار من الله تعالى، في حين أن العبودية تشمل العبادة جميعا؟ الحمد لله، من قدح في ذهنك هذا يجب عليك بعد سماع هذه الفتية أن تتخلص منه، فإنه مخالف لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، من أن أعلى المقامات على الإطلاق مقام الرسالة، ثم مقام النبوة، ثم مقام الولاية، والناس يتفاوتون في ولاية الله عز وجل. فأولياء الله تبارك وتعالى هم المؤمنون المتقون، وكلما ترقوا في مدارج الإيمان والتقوى عظمت ولايتهم عند الله عز وجل. فأعظم المنازل وأعلى المراتب عند الله تبارك وتعالى هي مرتبة الأنبياء والرسالة، هي مرتبة الرسالة والنبوة، فليس شيء أرفع منها مطلقا، على ما تقرر بإجماع أهل السنة والجماعة، كما قال الله عز وجل لما ذكر الأنبياء وعددهم بأسمائهم: قال وكلا فضلنا على العالمين. فأفضل العالمين على الإطلاق هم الأنبياء والرسل، ثم بعد ذلك تأتي مرتبة الولاية، تأتي بعد ذلك مرتبة الولاية. فلا يمكن أبدا أن تكون الولاية أعلى من مرتبة النبوة أو أعلى من مرتبة الرسالة. فهذا مذهب ابن عربي الصوفي الطائي الذي اتفقت كلمة أهل السنة على الإنكار على قوله هذا، فإنهم يزعمون أن الولاية أعلى من النبوة، وأنها في برزخ بين النبوة والرسالة، وهذا كلام باطل متعارض مع الأدلة الكثيرة المتواترة، ومع ما أجمع وقطع به أهل السنة والجماعة اتفاقا. فانتبه لهذا بارك الله فيك. وأما مرتبة العبودية فاعلم أن الأنبياء عباد لله، وأن الرسل عباد لله، وأن الأولياء عباد لله، ولكن عبودية الرسل هي أعظم العبودية لله عز وجل، وعبودية الأنبياء تعقبها، ثم بعد ذلك عبودية أولياء الله من المؤمنين المتقين الصالحين. فليس هناك أحد من الأولياء تفوق عبوديته عبودية أحد من الأنبياء أو عبودية أحد من الرسل. فاتق الله في أن ينقدح في ذهنك أن مقام عبودية الأولياء أعلى من مقام عبودية الأنبياء والرسل، فإن هذا المذهب يتعارض مع الأدلة ومع ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى العبودية إلى قسمين: إلى عبودية خاصة وإلى عبودية عامة. فالعبودية العامة يدخل فيها جميع من خلق الله عز وجل، وهي عبودية القهر والاضطرار، وعلامة هذه العبودية أنها لا تضاف إلى الله عز وجل في الأدلة، كقول الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكافر عبد لله بالمعنى العام، أي عبودية قهر واضطرار، بل إن البهائم أيضا مربوبة عبدة لله عز وجل، لكنها عبودية قهر واضطرار. وأما العبودية الأخرى فهي عبودية الاختيار، وعبودية الاختيار تنقسم إلى قسمين: إلى عبودية الخاصة وإلى عبودية خاصة الخاصة. ونعني بعبودية خاصة الخاصة أي عبودية الرسل والأنبياء، فأعظم من عبد الله عز وجل من خلق الله تبارك وتعالى إنما هم الأنبياء والرسل، ثم بعد ذلك عبودية الأولياء والصالحين. فإياك أن ينقدح في ذهنك أن العبودية أعلى من مقام الرسالة، بل إن الرسالة أعلى من مقام العبودية، والنبوة أعلى من مقام العبودية، وعبودية الرسل والأنبياء أعظم بمراحل من عبودية الأولياء. فانتبه لهذا بارك الله فيك، والله أعلم.